اليوم بنجرب قرية المشاكيك. يلا بينا. لحظة لحظة لحظة. اوه يوسف نورت عمان بعد راسي وقاي على الاكل العماني فنضبطك على طول. ويانا اخونا ايمن. هلا بالحبيب. يعطيك العافية. قرية المشاكيك يلا بينا. اخو يوسف شنو هذا بالضبط؟ هذه مشاكيك عمانية عبارة عن أوصال لحم تبهيرة وتفزيرة عمانية مع صلصة خاصة بالصبار والبهارات، فراح تاكل أصابعك وراها. الحين هذا المكان اللي احنا فيه واحد من أشهر الأماكن بالمشاكيك، متخصص بالمشاكيك. يوسف الأخزمي أخيرا جمعني وياك كادر واحد. اي والله يا أخي الشاشة الصغيرة. ايوه الشاشة الصغيرة. الأمانة من فترة طويلة أعرف أخو يوسف واخيرا التقينا. الفوديز مع الاكيل. الاكيل بلحظه واحده. ايه الله يعينكم. يعني اكل في اكل يعني احتمال ناكل الكاميرا الحين. ايه جوعاني ويواعي. وبجرب المشاكيك. الاسم صراحه يغري. ايوه ايه يعني شنو المشاكيك؟ يعني شك يعني من الشك ونحن نستخدم هذه الاكله يعني في المناسبات في الرحلات في العيادة شيء اساسي. تعتبر ستريت فود. وستريت فود موجوده في كل الاماكن اللي في عمان وفي مسقط، ونفس الشيء تقدر تاكلوها يعني كسناك ولا كوجبه ثقيله. فالحين ناخذ الاوردر. لا ما اخذها. وجمعتنا المشاكيك. اي والله فالمشاكيك يعني اكله خفيفه انا اعتبرها، بس في ناس يعتبروها ثقيله. انا وياك نعتبرها خفيفه. والله بهدي خلاص يلا بهد الاكيل والتذوق وبروح حق الدتش عمق. نروح يلا بينا. يلا بينا. الكويت العمله تريدوا بالعمل؟ اعطيكم الكويت. يلا الكويت. لا تزعل. يستحلون يستحلون. أيوة. اهلنا وحبايبنا. يعني سعر المشكات الواحد 100 فلس على 200 فلس. الصحن؟ لا الواحد المشكات. الصيخ الواحد. الصيخ الواحد. نعم. ف يعني راح الدتش دتش وانت ما دافع كثير. الريحه يعني قاعد تخلي بطني يشفط. يلعب يلعب. ايوه. ريحه قويه يا جماعه. فالحين ننتظر يعني جوعاني. والله جوعان. قلت لي معلومه قبل شوي. أيه. ان قاموا يتفننون فيها العمانيين. ايوه المشاكيك بعد فتره قاموا يتفننوا فيها العمانيين من ناحيه الصلصه من ناحيه الانواع. قام يسووا روبيان حبار دجاج ايش بعده كبده كبده كبده. ايش رايك انا اتكلم كويتي؟ في سمك بعد. زين زين. وكذا انواع يعني ف حسب الرغبه. فكل ممكن تخلط تمكس على حبة صيخ بصيخ بصيخ صيخ بصيخ. بس التوب اللي هو مكسر السوق اللحم هو الأساس. أوه. الأصل والفصل على في جميل. لحم معين ولا تختار لحم بقر ولا غنم. الغنم أفضل. في وفي جمل في أماكن. يا جماعة لا تسلفوا خلاص. بس بس خلاص بس قاعد نهار قاعد نهار. الحين بتشوف الحين بتشوف. حبايب مستلمين هني. حسبته شوربه. هذا الصبار. صبار تبي تشمل الصبار؟ تعرف الصبار تمر. ايه. عندي. وهذا نفس المعبوش. اوكي اللي هو الفلفل وكذا. اوكي وهذا انا طلبت خبز شباتي عشان ما نثقل نعيد طالب مشاكيك. حلو. طبعا حمص على اساس طالبين بروست يعني. والمشاكيك المشاكيك لازم نزيل عنا ستار. طبعا اكيد عبد الله تسالني كيف ياكلوا المشاكيك صح؟ لا يا اخي اسالني. سالتك. ايه يعني كذا اول شيء تجيبه. اوكي تتامله بعدين كذا انت اكلت مشاكيك. ويا تبى تتلذذ اكثر لازم الطقه طقه. ها 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 والله لذيذ. على حبيبي قاعد يخلينا كذي ما يخلينا عبد الله عندي راي. انت خلي صور وانا باكله كله عشان اوري الجمهور. عشان توري الجمهور. اوكي حلوين. ايمن كنا بيخلص الاكل واحنا الحين ما كملنا. يلا بينا. قلت لي اخذ اول شيء اجرب اطق طقه كذي. ايه بالتمر الهندي. تمام استمتع بالطعم. اوكي طاوة هني. زين
ايش رايك وانا اعرف اتكلم؟ حلو لذيذ اضبطك. اللحم لين صح؟ كنا صويخات نفس طعم الصويخات بس إيه؟ مع التمر الهندي معطيه طعم ثاني لكه ثانيه ومع سبايسي. التمر الهندي كل حد يعمله بطريقه ثانيه، في ناس يعملوه سبايسي يعني. هذا مسالم، هذا ما في خلطه، هذا يعتبر خفيف، هذا خفيف مره. عبد الله تبغى اخبرك سر على المشاكيك؟ كيف يكون اللحم لين؟ عندك ثلاث طرق، يا تسوي اللحم الكيلو تسوي له شويه زيت زيتون او الكيلو تسوي له ربع حبه كيوي، ربع اذا كثرتوا يتفتت عليكم اللحم، تهرسوها مع اللحم مع البهارات، يا تسوي البابايا نحن نسميه فوفاي نفس الشيء، تسوي قطعه صغيره اذا سويت كثير ينهرس اللحم ينعيد. فهذه الخطط السريه في عمان، ربع وفي استخدم ربع بس هذه الطرق الثلاثه اللي قلتها افضل. بس افضل شيء ان نبلش بال قوه بالقد نعطيها بال شو اسمه مشاكيك. مشاكيك يلا ايمن لا تاكل خلاص. ايمن الخير والبركه. لا وين ها ما كليت بس توم متعودين عربي الطعم. هذا يعتبر يعني ستارتر يعني كذي خفايف. هو انا اقول لك هذه خفايف عندي انا ما شاء الله، بس عند غيري وجبه انا وايد خفيف وايد خفيف. شو ما تصورون شو تجيبوا الخبز مع الشباتي مع شباتي نجرب والطقه. لا لا تجرب نجهز لك يا بعدي. لا انا اتعامل على صيخ كامل اكيد. اوكي اوكي هذا صيخ كامل لفيته بالشباتي يا جماعه، طق طقه مع الحمص. اقول لك هذا الشباتي غير عن اللي تاكلته صح؟ هذا الشباتي زنجباريين يسووه طريقة زنجبارية، فيطلع ألذ عندي أنا صراحة. متروس؟ إيه. معبي. وطبقات يكون. هذه الشباتي شكلها هذه بطريقة سواحيلية أو زنجبارية. أيوة. يجيك إنه طعم شلت على كذا. بف باستري تقريبا. بف باستري بس أخف. وعشان ما تشبعوا بسرعة يا حبايبي اكلوا بدون خبز. أمانة مو مجاملة. إيه. الشباتي طعم. المعبود شوية التمر الهندي طعم. والحمص طعم. وايد لذيذ وايد لذيذ. هذا يعتبر واحد من أحسن. القطوة مو قاعد تخلينا ناكل. ما أدري إيش يبي من زين. وايد وايد مميز. أنا حبيت أمانة الشباتي مع المشاكيك. المشاكيك احس انه مبعد عن اكل الصويخات البحرينيه نحن. اي والله بس الحبه متروسه اكثر، الحبه متروسه واثنين يعني فيها حجم تكون فيها الليونه نفس الشيء، لان نحط نحن قطعه شحم ما بين قطع اللحم. ايوه صح الين من الصويخات. ايه احنا عندنا مطعم ممكن نصوره بعدين اسمه صويخات محرك، القطع تقريبا نفس الحجم هذا او اكبر شوي. ان شاء الله انا جايك نروح مع بعض الكويت جبار. بس تعال الحين يا ابن الحلال. ليش؟ حر بعدين. انا اشوف عز الصيف اخذ شاور وانا امشي. العينه نفسها مالت الشباتي وايد لذيذه وايد خفيفه، يعني تحس حتى الدهن فيها وايد خفيف. هذا اللي حسيته. يعني لو تلاحظوا حتى مخلنا هو يتكلم وانا قاعد اكل. تكتيك ايا كان. هذه تجربتنا حق المشاكيك. في مكان ثاني ممكن نروح ناكل مشاكيك؟ في مكان. بعدين خليها بعدين. من هني نختم مع المشاكيك. مع يوسف الأخزمي. يلا يوسف الأخزمي فوديز is back. ما نبل عليكم أي شيء، هذا رأينا وهذا تقييم الشخصي. بدنا هالشي نقول والله السلام عليكم أبو يعقوب. هلا والله. لا تسوي رجيم، اضرب بالخمس. اضرب 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 اضرب. لا تسوي رجيم. اها ايوه. اضرب 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 اضرب. لا تسوي رجيم. مدي برياني اها، تاكو اسباني اها، بيتزا طلياني اها، سوشي ياباني. اضرب 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 اض
لا تسوي رجيم قوم اضرب بالخمس لا تسوي رجيم قوم اضرب بالخمس